غرناطة، تاريخ مدينة ممزقة. كانت مملكة غرناطة تقع جنوبي شرق بلاد الأندلس، وتنفتح حدودها الشرقية على البحر المتوسط، حيث تشمل منطقة ألميريا وتمتد جنوبا حتى جبل الفتح أو جبل الطارق. أما حدودها الغربية فتنتهي عند سفوح الجبل الأسمر سيرا مورينا وألوهاد التابعة لمنطقة نهر الوادي الكبير. ويمكن للمسافر أن يجتاز البلاد سيرا على الأقدام من الشمال إلى الجنوب في 10 أيام، ومن الشرق إلى الغرب في 3 أيام. فضل العرب والبربر مدينة منطقة غرناطة حين نزولهم على غيرها لجمال طبيعتها، فقد سحروا بخضرة السهول وبياض الثلوج وغزارة المياه واعتدال المناخ، مما خلق عندهم ليونة في الطبع وميلا إلى الاستقرار واستيفاء للذات المتنوعة. وقد أخذت المدينة بلبل الجميع، حيث وصفت بدمشق الأندلس، وكانت دمشق عاصمة الأمويين في الشام، درة الشرق بهجة وجمالا. يقول المقري في تاريخه: ومن أشهر بلاد الأندلس غرناطة، وقيل إن الصواب غرناطة بالهمز، ومعناه بلغتهم الرمانة أغرناطة، وكفاها شرفاه ولادة لسان الدين بها. وقال الشقندي صاحب لسان رسالة تفضيل الأندلس: أما غرناطة فإنها دمشق بلاد الأندلس، ومسرح الأبصار ومطمح الأنفس، ولم تخل من أشراف أماثل وعلماء أكابر وشعراء أفاضل، ولو لم يكن لها إلا ما خصها الله تعالى به من المرج الطويل العريض ونهر الشنيل لكفاها. وتسمى كورة البيرة التي منها غرناطة دمشق، لأن جند دمشق نزلوها عند الفتح، وقيل وإنما سميت بذلك لشبهها بدمشق في غزارة الأنهار وكثرة الأشجار. مرت غرناطة بتاريخ سياسي متعاقب من ولاة خضعوا لحكم الأمويين في المشرق، إلى عصر الأمويين في الأندلس الذي ابتدأ مع صقر قريش عبد الرحمن الداخل، حيث استطاع إحلال الأمن وتوحيد الجزيرة تحت رايته. على أنه ما أن حل الثلث الأخير من القرن الرابع الهجري إلا ويدخل الأمويون تحت سيطرة المنصور بن أبي عامر، لكن سياسة المنصور العسكرية أدت إلى إدخال عدد كبير من سكان شمالي إفريقيا من البربر إلى الأندلس، وكانوا آنذاك بمنزلة قوات عسكرية غير نظامية، أصبحوا بعد وفاته ووفاة خلفه بؤرة تموج بالاضطرابات ضد الأندلسيين أنفسهم، حتى سقطت الخلافة الأموية والدولة العامرية وتفككت الأندلس إلى دويلات متصارعة. انحدرت إسبانيا المسلمة منذ إذن في النصف الأول من القرن الخامس الهجري، وهو القرن الحادي عشر ميلادي، عقب انهيار دعائم الخلافة الأموية والدولة العامرية إلى معترك مروع من التمزق والفوضى. واستحالت الأندلس بعد أن كانت كتلة موحدة تمتد من ضفاف دويلة شمالا إلى مضيق جبل طارق جنوبا، ومن شاطئ البحر المتوسط منذ كرتونة طركونة شرقا حتى شاطئ المحيط الأطلنطي غربا، إلى أشلاء ممزقة ورقاع متناثرة وولايات ومدن متباعدة متخاصمة. يسيطر على كل منها حاكم سابق استطاع أن يحافظ على سلطته المحلية خلال الانهيار، أو متغلب من الفتيان الصقالبة أو القادة ذوي السلطان السابق أو زعيم أسرة محلي من ذوي الجاه والعصبية. وسيطر البربر من جانبهم على أراضي المثلث الإسباني الجنوبي وما كان منه بيد الدولة الحمودية، وأنشأوا هنالك إمارات عدة ما لبثت أن نزلت إلى ميدان الصراع العام الذي شمل هذه المنطقة، وهكذا قامت على أنقاض الدولة الأندلسية الكبرى دول عديدة هي دول الطوائف. وذلك منذ أوائل الربع الأول من القرن الخامس حتى الفتح المرابطي زهاء 70 عاما، قضتها جميعا في سلسلة لا نهاية لها من المنازعات الصغيرة والخصومات والحروب الأهلية الانتحارية، وكادت بتنابذها وتفرقها ومنافساتها تمهد لسقوط الأندلس النهائي. وقد كان من رحمة القدر أن إسبانيا النصرانية كانت في الوقت نفسه الذي انتثرت فيه وحدة الأندلس على هذا النحو الخطر تعاني من انقسام الكلمة وتعصف بها ريح الخلاف والتفرق، فلما تتح لها فرصة للوثوب بالأندلس الممزقة، إلى أن كان الوقت الذي بلغ فيه تنابذ الطوائف ذروته، واشتد ساعد إسبانيا النصرانية كرة أخرى مرة أخرى، واستطاعت
أن تضرب ضربتها القوية بانتزاع طليطلة أول قاعدة إسلامية كبيرة. وعندئذ تطورت الحوادث بسرعة، واتجهت الأندلس الجريحة في توجسها وانزعاجها إلى إخوانها المسلمين فيما وراء البحار. بعدوة المغرب تستدعيهم لنصرتها، وكان أن تدفقت الجيوش المرابطية من المغرب على شبه الجزيرة الإسلامية، وكان أن أنقذت دولة الإسلام في الأندلس. وكانت مملكة غرناطة قد بلغت ذروة قوتها في عهد ملكها باديس بن حبوس الصنهاجي، وكان باديس قد رشح ولده بولقين للأمر من بعده، ولقبه سيف الدولة، ولكنه توفي بالسم في حادث غامض. وفي خلال ذلك كان النضال مستمرا بين المعتضد بن عباد وبين البربر. وقوة باديس تضعف شيئا فشيئا، فلما توفي باديس سنة 1073 ميلادي خلفه في حكم غرناطة حفيده عبد الله بن بولقين، وفي حكم مالقة حفيده تميم. ولم يمض على وفاته سوى عام حتى سار المعتمد بن عباد في قواته إلى جيان، أهم قواعد مملكة غرناطة الشمالية، واستولى عليها سنة 1074 ميلادي. ولم يبق من مملكة غرناطة سوى العاصمة ورباطها. وعندئذ فكر أمير غرناطة في الاستعانة بالنصارى، وتوصل بواسطة المأمون بن ذي النون إلى أن يعقد مع ألفونسو السادس ملك قشتالة معاهدة صداقة وتحالف يتعهد فيها بدفع الجزية. وحدث في الوقت نفسه أن ظفر المأمون بن ذي النون بانتزاع قرطبة من ابن عباد سنة 467 هجري. فكانت هزيمة المعتمد سببا في انقشاع الخطر نوعا ما عن غرناطة. وخرج عبد الله بن بولقين بعد ذلك في قواته ومعه سرية من حلفائه النصارى، وأغار على أراضي ابن عباد وعاث فيها، واستطاع أن يسترد حصن قبرة القريب من جيان. حصن قبره القريب من جيان، بيد أن المعتمد لم يقف مكتوفا إزاء هذه الحركة، فاتجه بدوره إلى النصارى وأرسل وزيره الشهير أبا بكر بن عمار إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس، فعقد معه حلفا دفع مقابل عقده 50,000 دينار. ويقضي هذا الحلف بأن يتعاون المعتمد وألفونسو السادس على افتتاح غرناطة، وأن تكون المدينة ذاتها للمعتمد، وأن تكون ذخائر القلعة الحمراء لألفونسو. وظهر إثر هذه المعاهدة على الفور، إذ عمد النصارى إلى تخريب بسائط غرناطة، ولا سيما أراضي مرجها الشهير. فشل تحالف المعتمد بن عباد وألفونسو في انتزاع غرناطة، وبقيت المدينة في يد بني زيري حتى سقطت في يد المرابطين سنة 483 هجري، ثم دخلت تحت لواء الموحدين، وأخيرا انتزعها محمد الأول بن الأحمر مؤسس الدولة النصرية في غرناطة، آخر قلاع المسلمين في الأندلس. وكان استيلاؤه على المدينة في رمضان سنة 1237 ميلادي. كانت فترة تصدع دولة بني هود هذه الدولة السريعة في قيامها وسقوطها، والتي تلت سقوط الموحدين في الأندلس، واستمرت نصف قرن. وقد شهدت فيها الأندلس مآسي خطيرة وكبيرة، منها سقوط قرطبة عاصمة الأندلس الكبرى، وإشبيلية وبلنسية وشاطبة وغيرها من أهم المدن الأندلسية في يد الإسبان. ويقول ابن خلدون عن تلك الأحداث: كانت هذه المدة من سنة 22 و600 إلى سنة 70 و600 فترة ضاعت فيها ثغور المسلمين واستبيح حماهم، والتهم العدو بلادهم وأموالهم نهبا في الحروب، ووضيعة ومدارات في السلم، واستولى طواغيت الكفر على أمصارها وقواعدها. فملك ابن أدفوش وهو ألونسو قرطبة سنة 36 و600، وجيان سنة 44، وإشبيلية سنة 46 و600 طبعا. وتملك قمط برشلونة مدينة بلنسية سنة 37 و600، إلى ما بينها من الحصون والمعاقل التي لا تعد ولا تحصى. وانقرض أمر الثوار بالشرق، وتفرد ابن الأحمر بغرب الأندلس. لذا بقيت دولة بني الأحمر آخر معقل يصارع للبقاء في وجه القوة الإسبانية الطاغية لمدة قرنين ونصف القرن. شهدت فيها غرناطة عاصمة هذه الدولة كثيرا من الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية،
باعتبارها المأوى الأخير لنازحي المدن الأندلسية الأخرى التي كانت تسقط الواحدة تلو الأخرى، حتى سقطت غرناطة هي الأخرى في نهاية المطاف سنة 897 هجري الموافق ل 1492 ميلادي.